شويه. فريق اول عبد المجيد صقر وقائد العام القوات المسلحه وزير الدفاع امبارح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للاتصالات والابتكارات العلميه المتقدمه جدا. وكنت سعيد جدا امبارح عشان عندنا بجد شباب يفرح بصراحه، شباب يعني تعليم متطور ومتقدم جدا. تعالوا نتابع هذا التقرير ثم فاصل وعود ولواء دكتور سمير فرج، لانه اللي جاي كمان مهم قوي قوي. في إطار اهتمام القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي وتوفير كافة السبل لمختلف فئات المجتمع لإطلاق مواهب الابتكار والإبداع في شتى المجالات العلمية، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات بمشاركة العديد من كبار العلماء والمتخصصين والباحثين في مجال أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف الجامعات المصرية والدولية. المؤتمر مهم جدا لانه بيحضر التكنولوجي واخر المعلومات واخر التقدمات العلميه بيجيبها هنا وبيعرف الباحثين والاساتذه في اخر التقدمات العلميه في العالم على مستوى العالم كله. في تطور، وفي تطور في الاجيال اللي طالعه جديده وبيتعلموا بسرعه، ومؤتمر زي ده بيديهم فرصه انهم يعرفوا ايه اللي حاصل في الدنيا ويدوهم ثقه في نفسهم ويدوهم ثقه في انهم يقدروا يعملوا اي حاجه موجوده مش اقل من اي حد تاني في العالم. انا شايف المؤتمر ده خطوه جريئه وخطوه متقدمه لدمج الجمهور الشعب مع الجيش، ودي خطوه مهمه جدا ان احنا نحس ان احنا الاثنين ايد واحده في بناء الايه المجتمع، وده مظهر من مظاهر الحضاره والتقدم ان احنا بنحس ان احنا ايد واحده لبناء المجتمع، ودي بتوري الناس وبتوري الكل ممكن يخدم المجتمع ازاي، سواء من ناحيه التكنولوجيا او من ناحيه العلميه او من ناحيه المعلومات العامه والثقافه العامه في جميع المواضيع. صراحه المؤتمر ده بيستقطب ثلاث انواع، في اللي هم الباحثين كماجستير ودكتوراه كاوراق بحثيه، وفي اللي هم المشاريع تخرج لطلبه الجامعات، وكمان بيستهدف طلبه المدارس، والجديد كمان ان هم زودوا طلبه ذوي الهمم. فصراحه المؤتمر بيستقطب شرائح كتير جدا وبيدور على الافكار بقى الجديده والابتكار. منين ما بنشوف في المعرض بنلاقي افكار تفرح وكلها حاجات فيها مهارات وفيها افكار حاجات جميله جدا. على هامش فعاليات المؤتمر تم تنظيم معرض لمشاريع التخرج والافكار البحثيه المقدمه من طلبه الجامعات والمدارس المصريه وكليه الدفاع الجوي، وكذا شارك هذا العام عدد من ذوي الهمم بمشاريع مختلفة، وحظى المعرض بإشادة كافة الحضور. ده اسمه سكيورتي روبوت، الطلب مننا في الكلية ان احنا نعمل روبوت زي امن كده يكون بالليل، بحيث ان ما فيش حد يدخل الكلية بالليل، او لو في حد غريب يدخل نتعرف عليه. في ريكوجنيشنز، المفروض ان دي كاميرا بتشتغل بالليل طبعا، بتلف في الدور الارضي في كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، المفروض ان احنا بنحط لها الفيسز بتوع العمال اللي موجودين او اعضاء هيئه التدريس. لو في حد، لو هو شاف حد فبيسلم عليه وبيتعرف بيه وبيرفع ايده وبيسلم عليه. طيب لو حد مختلف بيلقط له صوره وبيطلع الانذار لمكتب العميد. عاملين مشروع بيتكلم عن محطات الطاقه الشمسيه الذكيه، بيتكلم عن مشكلة قطع الكهرباء اللي كنا بنواجه الفترة اللي فاتت بشكل يومي، بيحاولوا ان هم يوجدوا بديل للطاقة الكهربائية، بدل مثلا ما احنا الاستهلاك بتاعنا اعلى من الوارد اللي بيدخل لنا من الكهرباء، فبيحاولوا ان هم يوفروا لنا كهرباء زيادة وكمان بالطاقة المتجددة بشكل يومي. هو المشروع بتاعنا ده بيبقى عبارة عن جهاز اسمه الجلاف بوكس. الجلاف بوكس ده بيبقى عبارة عن جهاز موجود في المنشآت النووية عشان نتعامل فيه مع عدد مشع، بيبقى عبارة عن جهاز معمول من الزجاج المرصص وبيبقى فيه فتحتين كده للجوانتيات، الاوبريتور بيدخل فيه ايده يتعامل مع عدد مشع عشان تمنع عنه الاشعاع. هو الجهاز ده بيمنع الاشعاع، بس في نسب صغيره برضو بتوصل للعامل، ده ناتج عن ان العامل واقف جدا قريب من الصندوق. تمام. طيب احنا حلينا المشكله دي عن طريق ان احنا خلينا الارمز تبقى روبوتك ارمز موجوده جوه الجلاف بوكس، لقينا حوار الجلافز ده
وبعدين بنلبس جلافز احنا اللي عاملينها، بتقف بعيد خالص عن الجهاز وتتحكم في الروبوتك ارمز اللي موجوده جوه بوايرلس كوميونيكيشن. بالنسبه للمشروع بتاعنا، هي فكرته ان هو عباره عن جامر سيستم او نظام تشويش ضد التيارات بدون تيار. المشروع بتاعنا بيتكون من ثلاث اجزاء، هو في جزء جامر سيستم نظام تشويش، وفي جزء اللي هو تراكر سيستم اللي هو حبينا ان احنا ندخل معانا الذكاء الاصطناعي من هو دلوقتي هو زي ما بيقولوا الترند يعني، وفي جزء الاخر خالص هو سولار بانل سيستم، ودي طبعا دخلنا معانا الطاقه النظيفه ومتجدده. بالنسبه لجزء الجامر سيستم، هو بيتكون عندنا من اربع هوائيات بيحاول ان هو يعمل بلوك بين الدرون وبين الساتلايت، اللي هي الدرون عندنا بتيجي تتحرك بتحرك على اللي هي الكونكشن بتاعها مع الساتلايت، فاحنا بنعمل بلوك على الكونكشن ما بينهم. تاني حاجه جزء التراكر سيستم، بحيث ان انا عندي السيستم بتاعي يكون على طول متوجه او دايركتيف على الاوبجكت بتاعي، بحيث ان الدرون كل ما تتحرك انا السيستم بتاعي بيقدر يتحرك معاها يمين او شمال. اخر حاجه هو جزء اللي هو الستاند باي سيستم، اللي هو نظام زي نظام تغذيه احتياطي، هو جزء السولار بانل سيستم. في حاله ان انا مثلا دلوقتي المشروع بتاعي شغال بالكهرباء، حاسس ان حصل عندي حاله فيلير او فشل في اللي هو جزء الكهرباء، انا مستخدم بطاريه وسولار بانل سيستم كنظام احتياطي للتغذيه. المشروع بتاعنا كان عباره عن سمارت اجريكالتشر روبوت، هو مالتي بيربس روبوت بيعمل كذا فانكشن، هو بيزرع وبيروي وبياخد قياسات من التربه وبيسقي الارض، بحيث ان انا عندي كل عمليه الزراعه في روبوت واحد. المؤتمر كان فيه افكار مشاريع كتير قوي، دي خلتنا ننمي افكارنا اكتر وتدينا افكار اكتر لمشاريع جايه كتير. تتأتى أهمية هذا المؤتمر كونه يزيح الستار عن إبداعات وابتكارات طلاب المدارس وطلاب الجامعات وشباب الباحثين المصريين، ومن ناحية أخرى يتيح لهم الاطلاع على أحدث الأوراق البحثية في مختلف العلوم التكنولوجية، بما يساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للتنمية والابتكار 2030. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.